حياكم الله في لا الكويت من جديد، ونرحب ضيوفنا العزيزين على قلوبنا دكتور بسام الهلال، دكتور عبد اللطيف التركي، اهلا وسهلا فيكم. دكتور بسام طبعا انا كل اشوفك تمشى عندنا في المول هذا اللي ما اشوفه كلش. انا اقول وين شايفه؟ ابي اشوف. ايه انا اقول وين بس يتخفى بالميزانين. انا طالع اعرفه بالميزانين يمشي ما يتخفى. بس عبد اللطيف دكتور اللي ما نشوفه كلش متى الرياضه؟ بس شغل بعد، شو اسوي بعد؟ لا اعطاك الرد الصح قاعد اشتغل. وقفني ضقيت بريك. حياكم الله. ابي اول شيء نتكلم عن وظيفه الكلى في انا اسف اول شيء اسئله الناس هاشتاج ليالي اندرسكور الكويت، هاشتاج ليالي اندرسكور الكويت، اي اسئله حطوها بسرعه علشان يقدرون يجاوبونها. وظيفه الكلى للجسم بصفه عامه والامر مفتوح للاثنين. والله شوف، هي الكلى مثل العضو الخفي. الناس تعتقد ان الكلية بس تصفي السموم، تخلص الماء الزايد. هي اكبر من كذي. يعني العنصر او العضو الاساسي في الجسم ينظم ضغط الدم هي الكلية. هرمون الدم اللي يفرز من الكلية، هرمونات كثيرة تشتغل على العظام، الفيتامين دي النشط يطلع من الكلية بالاضافة الى تصفية السموم، الاملاح، كمية السوائل في الجسم، اشياء كثيره. تنظيم الضغط. اي طبعا الضغط شيء وايد مهم. ما كذي معناته لازم نهد كل شيء ونجاب الكليه. اي الكليه وايد حساسه، من اكثر الاعضاء حساسه في الجسم بتاثير اللي هو اهم واحد من الاسئله اللي شائعه جدا على موضوع السوائل، قله السوائل. صح. او الله لا يقول مشاكل صحيه تاثر على القلب او تاثر على اعضاء الجسم. الكليه سريعه تكون يعني من اكثر الاعضاء ممكن تتلف بسرعه، راح يدير بالها مو تلا. احنا هم ما نبي نوصل للتلف شوي شوي يعني حساسه. زين انا بسال سؤال، الحين فتره صيف ندري الناس يعني شرب الماي شنو اهميته بالصيف؟ انا ادري السؤال هذا سمعته يمكن مليون مره بس لازم نرد كل مره نعيده لانه وايد مهم. وقت يعني فتره الصيف فتره الحراره المرتفعه هذه شنو اهميه شرب الماي؟ احنا نقدر نتكامل 70% من جسمك ماي. تخيل انت تشوف مكون اساسي جعلنا من الماء كل شيء حي، وفعلا 70% من جسمك ماي. خلاياك، اشاراتك العصبيه، جسمك كله، عضلاتك، اعضائك، الدم نفسه. يعني الدم نفسه. فانت تخيل تحرم نفسك من مكون أساسي رئيسي في جسمك. فايش يصير؟ بعض الأمور تداعى، بعض الأمور تتعب، بعض الأمور ينتج عنها مضاعفات ومشاكل. هو أبسط شيء هو الجفاف. أنت ما تبي توصل مرحلة الجفاف، فقدان الجسم أكثر من 5% من وزنك كماء، تبدأ الأعراض، تسارع في ضربات القلب، عطش، ثقل تدفق الدم، لأن يصير اجهاد للكلى طبعا، فيقل تدفق الدم حق كل الاعضاء بالذات حق الكليه، والكليه نفس ما قلنا حساسه. تبدا وظائف الكليه انها تقل. فينصح طبعا حق ناس طبيعيين شرب كميه ماء وفيره بالصيف بالذات لما يطلع بالشمس، ولازم يتجنب يتفادى يشرب كميه ماء على الاقل لترين ل 3 لتر في اليوم. فما بالك في مريض اللي عنده قصور كلوي او يعاني من حصوات في الكلى. يعني هذا نصيب زياده بالحرص خلال فتره الصيف بالذات. دكتور بسام، لاحظنا ان في الوقت الحالي زياده اعداد مرضى الكلى مختلف الاعمار، في اسباب معينه حق زياده الامراض هذه؟ والله اشوف اسباب كثيره، لكن عندنا بالكويت عموما في الخليج العربي اللي هو داء السكري نوع ثاني. 50% من اسباب القصور الكلوي هي السكر، بالذات السكر نوع ثاني. ضيف حق هذا تغير نمط الحياة. يعني قبل تذكر الناس تشوفهم بالفرجان ماكو براحة فاضية. صح. كل براحة فيها قولين وناس قاعدة تكرة وتتحرك. صح. كمبيوتر ما كمبيوتر وهذا ما كان موجود. قلت الحركة، الوربات السريعة، السكر النوع الثاني، ارتفاع في الضغط، هذه أهم أسباب ساعدت في الانتشار. بالإضافة إلى أمراض التهابات الكلى الكبيبية، التهابات المناعية، تكيس الحصوات متعددة، يعني أو آسف اللي هي التكيسات المتعددة في الكلية، حصوات الكلية، هذه كلها أسباب. بس السكر والضغط
هم يشكلون 70% من مرض القصر الصناعي. نسبة كبيرة دكتور. طبعا الحين انا كشخص فيني سكر، شنو المفروض اسوي علشان اتجنب هالامراض اللي ممكن تحوش الكلى؟ ببساطة اي رياضة، قلل وزنك، حافظ على سكرك، ضبط ضغطك. ولا واحد اسويه. اشرب ماي. يعني داش الطوفة انا لا لا اسمع لا اسمع عليك. زين قصور، القصور في اداء الكلى شلون الواحد يقدر يعرف انه عنده قصور في الكلى، او عنده مثلا والله الكلى ما قاعد تشتغل 100% او فيها مشاكل، شنو الاعراض اللي لازم يثبتها؟ شنو طريقه الفحوصات اللي تتم عشان الواحد يعرف؟ يعني دكتور لطيف مثل يهمني ابخص ويدري بعد ما في اعراض للاسف. نفس ما قلنا اغلب الحالات 70% اللي هي سكر وضغط، هذول مرضين صامتين. حلو. المريض سمع انه عنده سكر وعنده ضغط قال عادي. ما يدري ما في شيء، ما احس بحبه، حتى لو نبهوه تدري ما في عرض، ما في، فما بالنهايه ما يصير في خوف من الشغله، لما بعدين والله الكلى تشتغل 20% او 10% او الحين وصلت مرحله غسيل للاسف ما في اعراض. فشي نوصي ان المريض اللي عنده سكر يباشر في المتابعه، يهتم بعلاجه، يهتم بالحميه الغذائيه، يهتم بوزنه وبالرياضه، يهتم تنظيم سكره وضغطه. هذا بحد ذاته كفيل انه إذا ما وقف يباطئ تسارع نقصان الوظائف الكلوية. أنت قاعد تعيدها وقاعد طالعني. لا 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 لا. مو يقصد مو حقك. قاعد طالعني. بس في الكاميرا هنا مفروض. أنا قاعد طالع الكاميرا. الكاميرا. مو حقك. مو حقك. بعد الحمد لله نعمة من الله سبحانه، نعمة فضيلة إن 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 الخدمات تطورت جدا. الحين مو مثل قبل. صحيح. الحين ما شاء الله تبارك الرحمن يعني المراكز الصحية، خلنا ناهيك عن المستشفى، ما قاعد أتكلم مستشفيات بس، المستوصفات. المراكز الصحيه اللي هم شوي اكبر، المستشفيات، كل الخدمات موجوده. الحين عندنا تخصص، بس تخصص سكر، يعني اطباء صحيح. شغله صحيح. بس سكر صح. عندنا اطباء كلى، عندنا اطباء باطنيه، يعني عندنا كثير من الخدمات موجوده ومتوفره صح. وصراحه يعني امانه الواحد يقول الحق، يعني ما في مثل الكويت بالخدمات، بالادويه، احدث ادويه. دكتور عبد اللطيف في سؤال جاينا يقول ما هو اثر الافراط بشرب الماء على الكلى ووظائف الجسم؟ افراط بالماء؟ اي في وايد تشرب ماي وايد. لا في شيء اسمه تسمم بالماء. يا انا سمعت عنه. إيه سووا مسابقه مره واحد شرب ماء تسمم. احنا طبعا اللي سبحان الله الجسم يوازن نفسه بكميه السوائل اللي انت تاخذها سواء ماي او غير الماي. احنا طبعا دائما نتكلم عن الماي، بس احنا عاده ناخذ كميه سوائل مختلفه. احنا طبعا اللي بغيت اقوله اول شيء قبل ان اطلع الهواء عشان بس نعرف الناس كالتخصص كالطب بشكل عام، الطب السريري ينقسم قسمين بشكل عام، كل عضو او كل جهاز له طبيب باطني وله جراح. احنا اليوم انا مع اخوي دكتور بسام، هو الباطني انا الجراح حق الكلى. فهذه بكل الاعصاب تلقى طبيب اعصاب جراح اعصاب، قلب طبيب قلب وجراح قلب. فاحنا نكمل بعض خصوصا بالعضو هذا وبالاعضاء اللي معاه. نعم. نرجع على موضوع الماي، احنا في عندنا كجراحين لنا طريقه والباطنيه لهم طريقه على موضوع الماي، لان دكتور بسام يتعامل مع الناس اللي عندهم قصور ففي حد معين ودقيق جدا ان كميه السوائل اللي لازم ياخذها. احنا نقول لهم مثلا اللي يكون حصوات نبيك تشرب سوائل، او اللي عنده اضطرابات في الكرامه بالتبول نقول له نبيك تشرب كفايه ان لون البول يكون شفاف، اذا طبعا وظيفه وظائف الكلى سليمه ما فيها مشاكل، لون البول يكون شفاف، كأنك انت كأن الماي هذا تقريبا كافي حقك. ولكن في ناس لازم نزيد وفي ناس لازم ننقص. وفي اشاره مهمه جدا انا ودي اذكرها ما دام احنا موجودين على الهواء، موضوع الماي قليل الصوديوم وقليل الاملاح ابتعدوا عنه. صح. هذا سيء جدا، لان هذا الحين المشكله كلمه تنقال انا فيني املاح، شنو يعني فيك املاح؟ انت شخصت والاملاح في عشرات الاملاح بجسمك. صح. فايش يصير؟ فيك املاح اخذ الماي قليل الاملاح. قليل الاملاح منو حسب لك اياه؟ احنا طبعا اللي جسمه وظائف الكلى عنده سليمه ما عنده مشكله حتى لو يشرب ماي صليبي. صح. جسمه يفلتر سبحان الله. سبحان. ولكن اللي عنده قصور واللي عنده مشكله راح يدش بمشكله كبيره. اي
لازم يدير باله. في سؤال ثاني، وين السؤال اخ المخرج؟ الزلال اعتقد كان السؤال كان ايوه، ما هي اسباب ارتفاع الزلال ومدى خطورته على الكلى؟ اول شيء خلينا نعرف شنو الزلال. الزلال هي كميه نوع من البروتين او بروتينات تطلع اسكم الله في البول. في نوعين يقاسون، يا البومين او بروتين. اكثر شيء حاليا اللي قاعد يقاس اللي هو الالبومين. خطوره الالبومين انه مثل يعطيني اشاره ان في خلل في الشعيرات الدمويه في الجسم. الحين مرتبط في ثلاثيه مرتبطه مع بعض. السكر من ناحيه، ضغط قصور كلوي مزمن من ناحيه، هبوط عضله القلب من ناحيه ثانيه. هذا يؤدي الى هذا، وهذا يؤدي الى هذا، وهذا يؤدي الى هذا. شنو العنصر الرابط بينهم تعرف ان هالمريض عرضه انه يصير معاه هالثلاثيه؟ هو وجود الزلال الالبوميني في البول. شلون اعرف انا كمستمع؟ تحليل، فحص. هو تسريب. شنو اشارته عفوا؟ لا الزلال فحص البول. بول البومين نوع من البروتين يطلع في فحص البول. اوكي، وهذا فحص روتيني ترى. فالانسان العادي ما يعرف ان في شيء خطا فيه الا بالفحص. الا بالفحص ما في اشاره، وهذا فحص روتيني. تفضل ابو لطيف، يعني كل شيء موجود، كل شيء قاعد تسوى. المشكله ان المتلقي هو المريض، شلون حس باهميه الفحص هذا؟ مو والله عندك زلال اوكي الله بخير مع السلامه. لا، لازم يعرف ان هذا اشاره ان عندي خلل في الاوعيه الدمويه المورده في الجسم، وهذا الخلل نتيجه تاثر بين السكر، اثر على الكلى واثر على القلب. نعم، فانا ممكن عن طريق بعض الادويه اتحكم فيه وانزله. النوع الثاني البروتيني لا، اكثر حساس حق امراض الكلى، ما له علاقه بالقلب وبالسكر، لما يكون فحص البروتين العالي اللي في البول. دكتور عبد اللطيف، الحين كل ما اروح ديوانيه واحد يسولف عن حصوه هايشته وايد انتشرت، يعني قاعد اشوف انتشارها كبير، هل في سبب؟ هي موجوده من زمان، موجوده الحصوات. يعني احنا طبعا طبيعه اكلنا نفس الشيء، نرجع على موضوع الاكل. السوائل، نوعيه السوائل، في كحصوات احنا خصوصا احنا نعتبر في الحزام الحصوات او الحزام اللي هو موجود في اسيا بشكل خاص عندنا وفي شبه القاره الهنديه، كميه الحصوات اكثر. المعدل اللي يعطيك اياه موجود كرقم 7-8%، بس احنا نوصل ل 10%. اوكي. هم احنا طرق التشخيص تطورت، قبل ما كان عندنا، كنا نحط اشعه عاديه او ييني متعور ولا عنده مغص كلوي يا ما عنده حصوه. الحين لا، الحين قبلنا نشخصهم بسونار، باشعه مقطعيه، بام ار اي، في كثير من الامور احنا نقدر نلقاها ونكتشف اكثر واكثر. وحتى الطرق قبل الاثار، قبل لا تحس بالم، قبل لا شيء. وفي مثلا في قبل كان لما تلقى اي حصوه لازم تروح وراها تخلص، الحين لا، تقدر تتابع. في حصوات ما تقدر تقيس ايش كذا صار لها موجوده ولا لا. هذا حق بسام. هذا السؤال دكتور بسام حقك، شنو هذا الكرياتين؟ يقول هل الكرياتين مضر بالكلى؟ شنو انا افتكر المقصود هذا مال اللي يستعملون كمال الاجسام وال والله اشوف هالمواضيع، الرياضه وكمال الاجسام، مكملات. انت الحين رايح نادي تلعب رياضه، الهدف انك تبني جسم سليم. زين، هل انت قاعد تبنيه بشكل سليم ولا انت معتمد على الهرمونات والبروتينات والمواد هذه اللي تكبر العضله بس؟ يهمك الشكل ولا يهمك الصحه؟ الناس اللي تاخذ المكملات الغذائيه مثلا البروتين العالي، الكارنتين، في كرياتين بعد، هذه هرمونات او انزيمات تفرزها العضله. العضله بالجسم تفرزها. فاحنا قاعد نعطيها على اساس ان العضله تكبر. انا انصح اللي بياخذهم يستشير اخصائي. اوكي. ويداوم على التحاليل. مو والله واحد معك بالنادي قال لك والله هذه عندي علبه زياده تعال كمل عليها. والله الكابتن قال لي والله. ايوه الكابتن قال لي، ولا واحد بالربع شفته انتفخ بالديوانيه بقلده بسوي نفسه. لا، لازم تستشير، لازم تحلل، لازم تتابع. وبالنهايه هو الجسم سليم. صح. يعني طيب في ادويه مالت البشره بعد اذكر، في دواء مال البشره ماكو شيء ممكن ما اسوي. كلى، كبد، في محاذير حق كل شيء تاخذه، بس للاسف لازم تاخذه من القنوات السليمه. طيب دكتور، الابر التنحيف ناس وايد هابين فيها، هل هذه لها تاثير على الكلى؟
سالفه عود. هذا مو تخصصنا اول شيء. هذا مو تخصصنا. ثاني شيء في اوبر تنحف قصدك شنو اللي حق السمنه الاوبر ايه هي اللي ابي فيها. لا هو هي ابوها حق السكر. صارت السمنه والحين ايه الدوامين قام صارت حق الكل اخذ يقول لك مثلج واوصلك اياها للبيت. يبا ما بطلنا منها خلاص. المهم فدكتوري هاي تاثر يتسبب جفاف يعني ادري في تسبب جفاف وايد حق الانسان. لها مضاعفات احنا خلينا نتكلم بالعموم على اساس لانه مو تخصصنا صراحه ما نقدر نفتي فيهم ولا يعني الحين حق الشخص السليم حق الشخص اللي 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 قاعد ياخذهم باشراف طبي ممتازه وفي نتائج وايد صح ممتازه ولكن احنا مثل ما دائما نقول حتى نعلمه وندرب لا نقيس الشيء الا بعد فتره طويله لازم عندنا نتائج طويله الامد عشان تقيس لان في شغلات موجوده على قولتنا بالكويتي هبه في شغلات صارت وانسحبت من السوق وتتسحب او انها لها مضاعفات خطيره او لها لان في دراسات شغاله واحنا قاعد ونصيحه من هني من هالمكان الطيب الله يرضى عليكم استشيروا اطباء ما ينفع بالديوانيه كل واحد معير لي يعني تشوفون قاعد تشوفون ايش قاعد يصير شيء مو طبيعي يعني وصلوا مرحله هالشركات ان تنباع بدون وصفه يجيبها من ما يجيبها دليفري للبيت ويقول لك لا والحين بعد قبل كان يكتبها عادي الحين لا يكتب لك اياها مثلج او بصندوق مبرد اي شاس وثلج زين في هل هناك شيء اسمه ضمور في الكلى هذا الضمور هي يمكن علاجه شلون ضمور الكلى هو الضمور يعني وصلنا المرحله الاخيره او قريب الاخيره ضمور مثلا حجم العضو انكمش صقر اي فهذه صار فيها تليف متى ما صار فيه تليف ما في عضو يرجع عقب التليف لكن اذا في بدايه القصور الكلوي او الفشل الكلوي الحاد ما في ضمور وقتها ممكن الكلية يجدد نفسها سبحان الله الله سبحانه وتعالى خلق الكلية لها قدرة إنها تجدد نفسها لكن صارت مرحلة التليف لا عودة فإحنا لازم التشخيص يصير أولي قبل هذا بوايد ويصير في التزام على الدواء العلاج موجود والتحاليل موجودة لكن إذا المريض مو قاعد يهتم ويتابع ويسوي البارت اللي عليه أو الجزء اللي عليه والدكتور المفروض يسوي الجزء اللي عليه فهو مثل هرموني تعاون ما بين الطاقم الطبي في المستشفى وتعاون المريض من ناحيه ثانيه. طبعا جراحيا في ضمور يصير ولكن اذا تلاحقته تلحق على الكليه. والكليه ترد تكبر خصوصا بالناس الصغار مثلا اذا في انسداد بالحصوات. اي انسداد صار له فتره طويله في 10% من الناس احنا نخاف منهم وعليهم اللي ما يحس اذا في انسداد ما يحوش المغص الكلوي مع انه عنده انسداد وعنده حصوه اذا تلاحقته في ناس عندهم ضيق في المجرى البولي او في الاحلي في الحالب اذا خليته فتره طويله كليه تضمر تروح فلازم تلاحقه وتسوي عمليه ترقيعيه اساسا يعني معناته دكتور لازم نبدي خلاص نحط موضوع فحص الكليه من ضمن الفحص الدوري السنوي مثلا واحد كل سنه يروح يشيك مثلا لازم مثل ما اروح اسوي دم فحص دم مثلا كل سنه هو واحد موجود ترى وياهم موجود وستاندرد يطلع من مع الدم يعني يطلع الدم فحص الدم موجود في فحص الكلى بس عزك الله فحص البول مو دائما يتسوى وما نشوفه دائما مع مثلا شلون مقياسنا اهلنا مثلا واحد يقول والله سوي لي تحليل تعال شوفه تبي انت يعني دكتور العائله والموجود اي لازم شوف التحاليل اوكي سي بي سي موجود فحص زين عزك الله انت ليش مسوي لك بول او وين البول قالوا لي بس ما لي خلق ما سويت او ان شاء الله بروح لهم المره الجايه فهذا لازم يعني على اساس انت بتقيم الكليه لازم فحص الدم وعزكم الله فحص البول ولا ما تتكلم معك شنو وضع كليتك حلو فشل كلوي ممكن تقول لنا عنه وشلون تعاملون مع مريض الفشل الكلوي طبعا قبل مرحله الفشل في عندنا قصور الكلى عباره خمس مراحل خمس ستيجز المرحله الاولى الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه كل واحد يقيم حسب وظيفة الكلى اللي هي الكرياتينين نفس اللي بعض الناس يأخذونه نعم. مع فحص الزلال اللي في البول عزكم الله الألبومين يتقيم الحالة لكل مرحلة فيها أسلوب العلاج ولها مضاعفات متوقعة على العظام على الدم الأملاح السوائل وغيره البوتاسيوم بالذات نخاف منه نوصل الحين المرحلة اللي هي خلاص الحين المريض وصل مرحلة الفشل الكلوي المرحلة الخامسة لازم من قبلها أبدأ أحضر المريض أوعي ثقفة أنت الحين وصلنا حولنا كل شيء ما قدرنا وصلنا لمرحلة الفشل الكلوي أو قبلها
لازم تختار واحد من اساليب العلاج. هل عندك احد في الاسره ممكن يتبرع لك بكليه؟ هذا مسار، هذا خط، وهذا المسار الافضل طبعا. صح. ما عندك احد يتبرع لك، او المريض صحيا غير لائق للتبرع انه يزرع كله يعني. عندك الحين خطين، الغسيل الكلوي، في غسيل بالبطن والغسيل البريتوني، اسهل للمريض، ممكن يسوونه في اجراء في البيت ما يحتاج انه يجي المستشفى حقه. وفي الغسيل الدموي اللي يتم داخل المستشفى، ايوه الجهاز اللي عمليه التحضير كلها طبعا. والنقاش في البدايه اللي احنا قاعدين نبي نوصل المعلومه حق الناس، انه لازم نزيد ثقافه الناس بالنسبه حق علاج الغسيل الكلوي، ان الغسيل على اساس يؤدي غرضه لازم الوصله اللي تستخدم على الجهاز تكون الوصله المثاليه، اللي هي مثلا الناصور او الفستولا افتكر يسمونها، اللي يحطونها على الايد، هذا افضل شيء جراحيا تعمل. في تخوف من وايد من المرضى انه يا اما يجي متاخر وايد خلاص لازم نغسله وهذا يحتاج وقت، او انه لا والله شكله يعور شكله ما ابي، نحاول نقول يا جماعه هذا احسن من البربيش احسن من القسطره. فمرحله الفشل الكلوي او علاج الفشل الكلوي او اللي قبله تحتاج عمليه تثقيف كبيره. تثقيف، انت الحين داش على مرحله جديده، اي انت ممكن تتعايش على الغسيل او بالزراعه افضل كثير من ناس ثانيه عندها فشل في اعضاء ثانيه ما لها علاج. شنو اللي يسبب الفشل يعني دكاتره؟ سكر، الضغط، نفس الاسباب، خصوصا اذا في اهمال في العلاج، عدم المتابعه. ومرات انت ما يعني حتى اللي يتابع في، انت جزء من وظيفه اطباء الكلى البطنيه انه خفف نسبه التدخر. اذا عندك قصور مزمن ما بي هذا يصير في قصور حاد مثلا. بعض الادويه تسوي كذي، بعض المشاكل مرات ما لها شغل، مو انه متابع وكل شيء، الله لا يقول يصير شيء قصور في القلب مثلا او تصير مشكله فيتسرع هالاجراء. انت اللي عنده قصور مو معناها انت راح تغسل. صحيح. هذا في لانه يعني مراحل الالجوتم سبكترم هذا كبير وايد. فلازم مهم جدا انه شلون اتابع، شلون احافظ على اللي عندي، اجود بالماجود كثر ما اقدر واوخر عن الطوفه. يعني هي مو كل واحد بدا في مرحله القصور معناته راح ينتهي بالغسيل. لا مو شرط. انت ممكن تتابع، تحلل، تلتزم بالعلاج، تعليمات طبيبك، لا ممكن تبطئ تسارع او توقف التسارع، تتعايش وياه يعني. تتعايش وياه طبعا. ممكن عندي اربع دقائق باخذ منكم اسئله سريعه او اجوبه سريعه لو سمحتوا. اول سؤال هذا اللي جاينا من الناس، الادويه لها تاثير على الكلى لطويله الامد؟ مو كل الادويه تتفاعل مع الكلى، في ادويه خاصه تتفاعل مع الكلى، وطبعا نوعيه الدواء، ولازم تقعد مع طبيبك يشوف ادويتك في تفاعل مع الادويه ولا لا. ما تقدر انت تتكلم كلمه عامه. بس تحذير واحد احب اؤكد عليه هو الفرط في استخدام المسكنات للالم. اي الباراسيتامول اللي هو بقول اسمه التجاري الموجود بنادول والادول، هذا اذا اخذوه في جرعات العاديه ماكو مشكله، لكن المسكنات الثانيه لا، يعني يفضل انه ما تاخذ الا اسباب مهمه، ولازم يسوي المريض باستمرار فحص خصوصا مالت العضلات. المشكله في ناس ياخذونه كنا حلاوه، لا هذا قاعد نشوف انه مشاكل كثيره. سؤال عن زراعه الكلى، شنو الشروط الاساسيه للمتبرع والمستقبل؟ تطابق بالدم بفصل الدم. أوكي. ما في رفض بينهم، يكون لائقين صحيا اثنيناتهم. وشنو هل الشخص المتبرع يحصل له مضاعفات، وشنو الشروط لازم يتبعونها بعد عمليه التبرع؟ المتبرع؟ اي المتبرع عمليته اذا كليته الثانيه سليمه يعيش حياته طبيعي ما في مشاكل، ولا طبعا اسمها عمليه راح يدخل عمليه في لها مضاعفاتها المعتاده، ولكن اذا العمليه كانت سلسه وكان ما يعيش حياته طبيعي. وادويه مثبطات المناعه طول عمره هذه ما اعرف، هذا اللي مستقبل، هذا حق المستقبل. مستقبل اي طبعا مستقبل اي يعني طول، يعني على طول، بس الجرعات ممكن تقلل مع الوقت. حلو. زين في الزراعه في الكويت، خلينا نتكلم على زراعه الكلى في الكويت. نعم. لاي مستوى وصلنا؟ ممتازين شباب بصراحه في مركز زراعه الاعضاء. انا السؤال سالته عشان ابي الناس تطمن، العاد يقول والله بروح ازرع برا. لا لا ممتازين سواء يعني. الطاقم الجراحي او الطاقم الطبي الموجود، طبعا الكويت رائده في مجال زراعه الاعضاء في المنطقه،
البرنامج بدا في مستشفى مبارك بين راحوا مطارات صباح مركز حامد الرئيسه بدات الثمانينات خبره كبيره يعني التحاليل والمختبر الموجود الادويه العلاج الموجوده على اعلى مستوى والبروتوكولات مطبقه حسب المعايير العالميه وتحيه مني لهم صراحه. اللي بيتبرع بالكليه وين يروح؟ انا انصح قبل لا يتبرع بالكليه كل واحد يحط له كرت تبرع بالاعضاء اذا يحط اسمه ويسجل ويحطه لقوتهم بوكا واحنا ان شاء الله نتامل لقدام انه يكون هذا الكتروني مثل ما هو مثل ما في اي تطبيق او اي شيء انه سهل جدا انك تعرف اي واحد متبرع او قادر انه يتبرع لان هذه مهمه جدا. بس ارد على سؤالي جمعيه زراعه الاعضاء اعتقد او اذا عندكم والله افتكر جمعيه زراعه الاعضاء هم المسؤولين عن تبون بوليد اخذوه انا مسجل انا اعتقد من زمان بالضبط كل شيء دكتور عبد اللطيف خذ راحتك ها عيال علمي بتاع العلم بس غالي دكتور بسام ها اسال الله يحفظكم مشكورين وايد استمتعنا وياكم ان شاء الله لقاء ثاني الله يسلمك تفاصيل اكثر مشكورين على الاستضافه الجميله وما نشبع منكم صراحه الله يعطيكم العافيه تعال تمشى ويا دكتور بسام شوي سوي رياضه نفسك ان شاء الله حاضر الله يحفظك ان شاء الله بس ما نبي نخرعكم يعني لا هذه مهمه رساله مهمه قبل نروح لا تخترعون كل شيء متوفر وسهل جدا الوصول حق كل الاطباء بكل المستويات ف بس تشيكوا الحمد لله دكتور بسام مشكور الله يسلمك يعطيكم العافيه دكتور عبد اللطيف شكرا جزيلا حبيبي سلمك نشوفكم ان شاء الله على خير ان شاء الله يحفظكم في امان الله.